بص انا كنت بقول لك اراده وتحدي وحاجات زي كده، لا اللي عاوز يشوف هيشوف حقيقي، بكلمك بجد. يعني افرض انه انا اتولدت لسبب او لاخر عينيا ما بتشوفش زي عينيك، هل ده معناه ان انا مش هشوف؟ واضح ان دي اكبر كذبه في التاريخ، لانه اسراء يمكن حضراتكم سمعتوا عنها ويمكن شفتوا صورها ويمكن كتير اتكلموا عنها على صفحات التواصل الاجتماعي اللي انا بعيد كل البعد عنها. اسراء اسماعيل مصورة فوتوغرافر بالتعبير اللي احنا لازم نستخدمه اليومين دول عشان احنا بقينا اجانب قوي. المهم يعني اول مصورة مصرية، يمكن هي ما بتشوفش بعينيها بس هي بتشوف بالعدسة بتاعت الكاميرا. ازاي انا ما اعرفش، بس دي موهبتها، دي ملكتها، دي شطارتها، بل قل دي عبقريتها علشان تحقق حلم هي عايزاه. هي بتحب التصوير، مفيش حاجة ينفع توقفها على الاطلاق. اللطيف والظريف انه فعلا بتطلع صور حلوة مش هزار، ويمكن حضراتكم برضو تكونوا شفتوا بعض من هذه الصور على الفيسبوك وحاجات زي كده. واحنا قاعدين قبل ما اسرقت يعني نطلع على الهوا، قالت لي استنى كده لما اجرب، ومسكت الكاميرا والصورة والتانية والتالتة وانا ابص مصوراني. منوراني يا اسراء، عاملة ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. وبعدين اسراء زي ما انتم شايفين بنوته كبيره زي القمر، هو عروسه يعني. فطبعا صدمتني لما قالت لي انا بسمعك من زمان جدا على الراديو، كنت اشوفك في نجوم اف ام من وانا في اعدادي. فطبعا انا حسيت قد ايه السنين بتجري بيا، يعني مش ممكن. لا أنا لا يا اسراء، اسف على ايه؟ ما كلنا هنكبر، ده مما لا شك فيه. احكي لي الحدوته من اولها يا ست اسراء بقى. حدوته من اولها؟ ايوه. انا كنت حابه قوي مجال الاعلام. حلو. حابه قوي ان انا اخش المجال ده واتعلم فيه وادرسه اكتر واعرف فيه اكتر وابدا اشتغل في مجال الاذاعه والتلفزيون واقدم برامج والكلام ده كله. ها. ولكن الا يعني جيت احاول ان انا اخش مثلا هنا في القاهره، مجموعي ما جابش اعلام القاهره، جاب اداب اسكندريه. ماشي. حاولت انا اخش القسم اول سنه، كان في شويه حاجات في النص وعوائق ولخبطه ومستغربين الموضوع لان مفيش حد دخل قسم اعلام قبل كده في جامعه اسكندريه. جيت السنه اللي بعدها طبعا قدمت طلب وعملت كل حاجه، لكن جت شويه مشاكل وشويه ظروف. من اهم الظروف دي ان انا عرفت ان لازم اعرف اصور. لازم اعرف يعني ايه تصوير. طب ما هو ممكن حد يصور ويتعاملوا هما وخلاص، وانا مش هعمل موضوع التصوير ده قوي. ايوه. لا ما ينفعش، ولازم تلاقي حلول ولازم تلاقي طرق ومش عارف ايه. لقيت ان انا ارجع لغه عربيه احسن لي من تعب القلب ده. بيروقراطيه. انا تعبت موظف بصراحه. اللي رد عليك ده موظف. مش هخرج من الكليه النهارده. ولا يقدر يقربك. بس قعدت ادور لحد ما لقيت مبادره قد التحدي اللي عاملها استاذ خالد فريد. واتكلمت معاه. انا كنت في الاول متخيله ان هو هيصور، هيعلمنا تصوير بالموبايل. ماشي. لان في ناس كتير بتقول ازاي الكفيف يصور بالتليفون. وانا لما كنت بصور كان تقييم اللي حواليا ان الصور اللي بتطلع على التليفون مهزوزه، مايله، فيها مشكله، ما اعرفش ايه هي بس كان فيها مشكله. لكن لما جربت اول مره مسكت فيها الكاميرا، وكاميرا يعني حاجه بروفيشنال قوي، فما تيجي لطالبه لسه ما كملتش ايامها، ما كنتش لسه كملت 20 سنه، ايوه، تقول لي امسكي الكاميرا وجربي. بصراحة أنا كنت حابة أخد التجربة قوي، أشوف أنا هيجي مني ولا لأ. فأول مرة مسكت فيها الكاميرا الموضوع كان حلو قوي وكان ممتع وكان جميل، وردود فعل الناس كانت حلوة.
اول مره اصلا الناس عرفت اسراء والتصوير والمكفوفين ازاي بيصوروا كان في 5 اكتوبر 2019، من سنتين. سنتين كنا، كان في نادي اسمه عدسه، في حاجه، في ايفنت عالمي اسمه فوتوك، فهم كانوا بيصوروا في مكتبه اسكندريه، واحنا كانت دي تاني مره لينا بقى نصور وكده، كنت انا وجروب معايا، حاليا انا لوحدي طبعا. كانوا المستر قال لنا تعالوا نجرب، وهم فوتوغرافر وهم هيقولوا لنا رايهم، وهو رايهم هيبقى احسن ليكم كمان وافيد ليكم من اراء الناس العاديه. انا اللي صورتهم الصوره الجماعيه، صورت وصورت صوره، والله كان في طفل عمال يلعب مع باباه وصوته يعني في حاجه جنبي، فقربت وحاولت اعرف مين ده والطفل ده مين، صورته. كان في شخصيه انا اتعرفت عليها بعدين مع الوقت اسمه وليد خميس، معروف بين المصورين كلهم وليد بريستيجيو، هو اللي صور الموضوع كله ووثق اللحظات كلها، نزل في البوست على الفيسبوك ونام. انا روحت نمت ما اعرفش حاجه. حلو. تاني يوم لقيتهم بيقولوا لي هو مش انت اسراء؟ الدنيا مقلوبه عليكي على الفيسبوك على فكره، مش انت البنت اللي بتصوري؟ ايوه. روحت بقى شفت الموضوع، حسيت ان انا يعني عملت انترفيوهات ايامها يعني طبعا، بس حسيت ان انا محتاجه اوقف شويه. ليه؟ انا لسه ببتدي، لما اجي اعمل كذا انترفيو ورا بعض، بالاربع والخمس انترفيوهات ورا بعض هيبقى ظلم ليا انا، هقول نفس الكلام، هكرر نفس اللي بقوله دلوقتي هو اللي بقوله بكره هو اللي بقوله بعده. طب وبعدين؟ نجمه نجمه يعني، ما هو مفيش خطوات اتاخدت. فضلت طبعا احاول واجرب واتعلم اكتر واحاول انا اعرف المجال اكتر. جاء وقت الكورونا قعدنا في البيت. بس كانت فرصه حلوه ليا قوي ان انا اكتشف، انا كنت عارفه ان انا شاطر، ان انا اعرف اقدم برامج او ان انا اعرف اعمل حاجه. لكن في الفتره دي اكتشفت ان انا فعلا انفع فويس اوفر، وانفع ان انا اقدم فعلا برامج، وان انا فعلا عندي الموهبه دي. لقيت كورس هندسه صوت دخلته، خدت مبادئ في هندسه الصوت، يعني كل اللي انا بعرف اعمله لحد دلوقتي الايديتنج ان انا مثلا اشيل النويز والكلام ده. حلو. لسه في حاجات انا بحاول انا اوصل لها اكتر واعرف اكتر. وقاعده بتكملي في موضوع هندسه الصوت. لقيت كورس فويس اوفر، ايوه، في نفس المكان اللي خدت فيه هندسه الصوت. خلصت كورس الفويس اوفر، لكن حسيت ان انا محتاجه اطور نفسي اكتر فيه. ماشي. طبعا انا فضلت طبعا مركزه، قلت اخلص بقى، انا فاضل لي سنه اللي هي السنه دي اخلصها، وايه اشوف بقى انا ناقصني ايه واكمله. اخر يوم كان امتحان تركي، انا عندي اللغه الثانيه تركي، طبعا برضو بحاول اطور نفسي فيها، لان هي برضو انا ممكن افهم الكلام لكن ما اعرفش ارد. فقبلها بيومين لقيت صحفيه بتكلمني من الاخبار، وانا عايز اعمل معاكي انترفيو وبنعمل حاجه عن الابطال الاستثنائيين، فاحنا كان في دماغنا فكره ان احنا نروح نصور في معرض الكتاب. حلو. فقلت لها ايه رايك، انا عايزه اروح اغطي معرض الكتاب، ايه رايك تيجي تصوريني وانا بعمل ده؟ نزلت مع مستر خالد، وكانت اول مره ان انا اجي القاهره في شغل، يعني انا مره جيت القاهره كانت رحله مع كليه اخويا الاصغر مني على طول. فدي كانت اول مره بقى اجي في شغل واجي في تصوير والكلام ده. صورت معرض البحرين، الركن بتاع البحرين، فلسطين، في ركن صغير قوي الحلايب وشلاتين. جميل. الركن الليبي، وزيره الثقافه الليبيه هي اللي طلبت ان هي تتصور، طلبت من الصحفيين وطلبت مننا ان هي تتصور. طلبتك؟ بالاسم. يا محترف. والله شافتني واقفه وماسكه الكاميرا وبصور، هم كانوا بيقولوا لنا ممنوع، هي اللي قالت لهم سيبوها تصور. طب انا كمان خدت بالي انه في صور انت مصوره فيها الدكتور يحيى الفخراني، ويعني ده موضوع كبير هحكي لك. عامله انت جو. قولي يا اسراء قولي. انا
بحب المسرح، انا بحب الفن عموما. الصوره قدامنا احنا بنعرضها بالمناسبه على الشاشه، الصوره اللي انت خدتيها للدكتور يحيى. انا بحب المسرح قوي، بحب الفن عموما يعني. انا بحب اسمع اغاني، بحب اسمع، بحب اتفرج على مسلسلات، بحب اتفرج على حاجات، فانا اصلا بحب الفن. انا عرفت ان في مسرحيه لكايرو شو وبطوله دكتور يحيى الفخراني، انا ما اعرفش الباقيين يعني. انا خلاص عرفت دكتور يحيى الفخراني فتمام، يبقى كده خلاص. انا ما عرفتش الباقيين والله، انا ما عرفت مين اللي طالع بعد كده غير لما كنت رايحه عشان اغطي المؤتمر. الا لما رحت والله حاولت اوصل لارقامهم طبعا، بس ما عرفتش اوصل لحد فيهم. قلت الاحسن ان انا اروح المؤتمر بنفسي واكلم الصحفيين هناك او اكلم حد من المسؤولين هناك. اوكي، وافقوا ان انا اخش اصور كان بها، ما وافقوش اديني عملت اللي عليا وحاولت. بالعكس الناس رحبت بيا جدا. جميل. ودخلت اصلا، كنت داخله انا هعمل دعايه شويه، انا دخلت مع صحفيه من مصراوي. ايوه دخلت مع صحفيه من مصراوي، دخلنا والصدفه ان انا لما دخلت اصلا قعدت انا وهي، راحت مقعداني فين؟ ايوه ورا دكتور يحيى بالظبط. خبط لازق، تشكر والله. ناس تيجي تقعد جنبه ويروحوا وييجوا، وهي طلعت قعدت صورت معاه. لما نزلت الصوره على الفيسبوك اكتشفت ان انا كنت طالعه في الصوره. اوكي. طب قولي، وانت صورتي دكتور يحيى انت رحتي وكلمتيه وقلت له انا عايزه اصورك وكذا؟ بصراحه لا، هو انا في الاول بعد المؤتمر اصلا صورت، طلعت عشان اصور الممثلين. كان اول حد اتحمس ان هو يتصور وجالي بسرعه جدا واتحمس كان استاذ ناصر سيف. حلو قوي. تمام، وانا اعرفه يعني، لو شفته في دور اعرفه طبعا، لكن لو حد قال لي مثلا ده اسمه ايه قبل ما اشوفه في المسرحيه كنتش عارف بصراحه. ماشي. صورته واتصورت معاه وصورت الباقيين. جيت بقول لهم طب دكتور يحيى فين؟ قالوا لي هو للاسف مشي. صورته طبعا بعد المسرحيه، هم انا كنت عماله ارن على بتوع الانتاج يا جماعه انا عايزه امشي. طبعا هم مشغولين جدا، فلقوني واقفه فعلا في الباك ستيج ومستنياه. تعالي يا اسراء، يلا اسراء بسرعه. دخلت صورته، اتصورت معاه ومشيت. يا سيدي يا سيدي. طب اسراء انت قلتي لي هصورك. طبعا. هتصوريني؟ اه. طب صوريني. صوريني يا اسراء. انا كده اخاف. ليه؟ تخافي ليه؟ احنا مش كنا قاعدين عاملين نتكلم انا وانت ونعمل فويس اوفر سوا قبل ما نبقى على طول الفقره، وقعدنا نقول أيوة. كنتم مع انتوا أيوة. لسه بتسمعوا انتوا دلوقتي، انتوا لسه بتسمعوا، مش قعدنا نعمل الحاجات دي انا وانت؟ اه. انت دلوقتي خلاص اسراء مطنشاني وبدات تركز في الصوره. ايوه. ركزي في الصوره معايا كمان. ايوه كده احلى، كده هتبقى احلى. كمان واحده، كمان واحده، كمان واحد. انا طماع يا سيدي، طمع الخير البحر يحب الزياده. تعالي كمان، كمان واحده. ايوه هي دي، هي دي. استني. ايوه دي دي. حاضر. دي اهو، انا مبتسم كده فرحان بنفسي. حاضر. استني بقى. لا لا، انتوا هتعرفوا تجيبوها يا جماعه، اللي فيها ناحيه شمالك سنة يا اسراء. كمان كمان كمان. بصي والنبي يا جماعه ايوه، خشوا بقى بالكاميرا كمان. هم دلوقتي قاعدين بيزوموا على الكاميرا. اقلب ولا لا؟ لا زي ما انت، النبي ما انت متحركه، ما في صور تانية تشوفها. استني عشان لسه بيزوموا، اصبري عليا. ها جايه اهو، بصوا. ايه رايكم قلبي؟ لا ما احنا بنقلب يا اولاد، بنقلب. قلبي كمان لحسن، فصلت خالص. بطاريه فضيت؟ ثانيه واحده. حظي. لا لا خالص. خلاص جت لفيها يا باشا. ايه ده؟ انا اهو، استنى اهي، انا اهو، انا اهو. طب والله العظيم مظبوطه جدا ومتكونه انت قروبه قوي. طب قلبي كده اما نتفرج. اتفرج يا حلولي، يا حلولي. ايه ده؟ وتلت وتلتين وسايبه الفراغ والهجروم مظبوط والله بجد ما شاء الله ما شاء الله. قلبي قروبه، قلبي. ده انت قروبه قوي.
قوي ما شاء الله ما شاء الله. إيه إيه إيه. ها اقلب تاني؟ قلبي ده 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 حاجه هتفرح كمان. تمام قلبنا. بصوا الاروقه ودي متوسطنه. عيب عليك. انت هتدي لي الصور دي ولا دي هتحتفظ بيها؟ طبعا هديها لك. هتديها لي؟ اه طبعا هحتفظ بيها طبعا. ماشي. اسراء قالت لي انا هستاذنك ان انزل الحاجات دي على الفيسبوك وهعمل لك تاج. فقلت لها بس هو في مشكله نزليها. انا ما بس عنديش. بس انا مشكله ما عنديش فيسبوك يا اسراء. فمش مش هتعرفي تعملي تاج. عارفه بقى تعملي تاج لايه؟ للبيج بتاع للبيج بتاع برنامج التاسعه. شفت بقى التاسعه. وتعملي لنا تاج واحنا بقى نقعد نتبادل بقى شير ولايك بقى وحاجات زي كده. أيوة هتبقى لطيفه. انت بتعرفي تظبطي الصور ازاي يا اسراء؟ انت قروبة. عايزه اقول لك حاجه، انا اول مره فعلا اصور واحنا اصور وانا قاعده كمان. اه يعني هي الانفو مديانا مساحه في ده. مديانا مساحه ان احنا نصور واحنا قاعدين، فده برضو مسهل علينا الموضوع قوي. ف انا لازم الاول اصلا بمسك ايدي اللي قدامي. فماسكه ايد حضرتك قبل كده فتمام. ايوه. بعدين ببدا المفروض ان انا بقعد ارجع مثلا مسافه معينه تسمح ان انا اصور. حلو. ممكن اتكلم على قدامي مثلا احس ان هو ايه، لا طب قرب شويه، طب يمين سنه. صوته بتعرفي زاويته. اه ممكن نظبط نفسنا، ممكن نظبط الدنيا فعلا. طب ليه بتمسكي ايد اللي هتصوريه؟ بتبقى عايز تعرف اللي قدامك تخين رفيع طويل قصير. طبعا بان من ايدي على طول. حكي. انا ما قلتش حاجه. ولا انا. ما قلتش حاجه. الصوره هي اللي بتتكلم. ما اتكلمتش. كملي يا ستي كملي. طبعا انا عايز اقول حاجه، ان انا على فكره انا زي اي فوتوغرافر. طبعا. الصور ممكن تطلع مهزوزه. ها. تطلع مثلا مايله. ها. تطلع مثلا الحته دي مثلا كده مقطوشه مش بمزاجي احيانا. انتي بالمناسبه الكام صوره اللي احنا اتصورناهم دلوقتي حالا اهو على الهوا، والحلاوه ان احنا اتصورناها هوا. ولا واحده مهزوزه، ولا واحده مقطوشه، ولا واحده مظلمه، ولا واحده بمعنى كلمه ولا واحده. قرفتي حلوه بقى. ايش دي حقيقه مش كده؟ دي حقيقه. دي حقيقه. وبعدين بصراحه انا مقتنعه بفكره، معلش في ناس بتقول عليا رومانسيه شويه في الحته دي وما بتقتنعش بالكلمه دي. ها. انا مقتنعه ان المصور حتى على فكره لو بيشوف والله العظيم لو هو مش حاسس الصوره ومش حاسس اللي هو بيقوله ولا اللي هو بيعمله، والله ما هيطلع حاجه حلوه. انت صح 100%. ممكن تبقى حلوه بس تأديت واجب، مش حاجه هتبقى بيرفكت او بروفيشنال. مش هتحسها حاجه جافه. انا مقتنعه بالكلام ده عشان انت بتقولي الرومانسيه وكده. آه انا هقول الكلام وانا فعلا مش مقتنع انه كلام رومانسي على الاطلاق. احنا كلنا بنشوف لو عاوزين نشوف، لو عاوزين. اه والله لو لينا مزاج. اه اسراء انت نورتيني وشرفتيني وفرحتيني فرحه انت مش متصوره. وهاخد الصور يعني هاخد الصور. انا عارفه ان احنا المفروض نمشي. أيوة. بس انا عندي طلب صغير قوي. هما طلبين معلش. اطلبي. انا نفسي ان انا اتدرب في مؤسسه بجد، وان انا فعلا اشتغل في مكان بروفيشنال ويقدر يدربني ويعلمني صح صحافه وتلفزيون ايا كان. بس انا بحب التلفزيون قوي، يعني اقصد بحب تقديم البرامج قوي. يعني انا مستعده اطلع للنجوم افلام، ما عنديش مشكله. العكس هتبقى حاجة جميلة. يا ستي ماشي. ايه كمان؟ حاجة تانية، انا عارفة ان في حفلة بتتعمل كل سنة في شهر 12 لذوي الاعاقة او لذوي القدرات الخاصة زي ما انتوا بتحبوا تسمونا، اللي هي اسمها قادرون باختلاف. انا عايز احضر الحفلة دي. انا زي ما قلت انا فويس اوفر وباخد كورسات لده، فانا حابه ان انا اقدم الحفله، اشارك في الحفله في التقديم.
انا الموضوع ده هيفرق معايا، انا هيفرق معايا بعد كده مستقبلا كخبره، كممارسه عمل ميداني، كل حاجه ده هيفرق معايا انا بعد كده. يبقى احنا عايزين تدريب وعاوزين نشارك في تقديم الحفله. ايوه. قبل ما همشي لازم هسال سؤال، ما هو انا بقى ده اعتبريه جزء من التدريب اللي احنا بنعمله. مفيش مذيع تفوته الفوته. انت قلتي ذوي الاعاقه او اصحاب القدرات الخاصه زي ما انتوا بتحبوا تسمونه، انتوا دول اللي هم مين؟ وانت تحبي تسمي التسميه ايه؟ الناس يعني بلاش نقول الطبيعيه، لان كل واحد حتى لو عنده مشكله او عنده هو اعاقه طبيعي فهو طبعا. طبيعي، طبعا لكن الناس اللي بره الاعاقات دي بتسمينا ذوي القدرات والهمم، او ذوي يعني الاحتياجات الخاصه، احيانا بيقولوها كده عشان ما يقولكش ذوي الاعاقه. الاسم العالمي المتفق عليه ذوي الاعاقه. ذوي القدرات انا مقتنعه بده، ان ذوي القدرات دي تتقال لناس، لا اقصد ان هي شامله لكل الناس. يعني مثلا حضرتك تعتبر ذوي قدرات. انا ده انا مفيش. والله يعني ان حضرتك ما شاء الله يعني الممارسة والموضوع ماشي مع حضرتك، بتقدم الموضوع بطريقة حلوة والناس كلها بتبقى مبسوطة بردود فعلك على الموضوع يعني. فالموضوع لا يعني في كاريزما. كل واحد فينا عنده قدراته، كل واحد فينا عنده مميزاته. ايوه صح كده؟ مظبوط. يبقى انا فهمتك مظبوط. طبعا. طب يعني انا مذيع كويس شاطر يعني؟ طول عمرك. هنتدرب. يا ولا يا ولا، ان شاء الله هنتدرب سوا يا اسراء باذن الله. باذن الله انت طلبتي طلبين، ربنا يقدرنا جميعا ان احنا نعرف نحققهم لك. واحد هو التدريب في مؤسسه كبيره تثقل موهبتك، والحاجة التانية انك تشاركي في تقديم الحفلة اللي جاية. صح كده؟ مظبوط. يا رب نشتغل سوا على كده. انا عايز اشكرك، انت نورتينا وشرفتينا واسعدتينا وصورتينا. نورتينا يا اسراء. ميرسي. هشوفك قريب ان شاء الله في مؤسسة كبيرة. اكيد. هستأذن حضراتكم لو كان لنا العمر ان احنا هنكمل بعد الفاصل، قولوا ان شاء الله.